احمد مالك. اهلا وسهلا بك يا حاج. كنا عايزين نعرف بقى الاسعار بتاعه البرو والمشمش. البرو عامل كيف؟ البرو النهارده فيه هو السكري عامل 9 جنيه. البرو السكري من 9 ل 10. طب عامل 10 11 12 بس 15 جنيه هو العادي. تمام. طب والعنب اللي هو السبيرو عامل 7 جنيه 6 جنيه 7 جنيه 6 جنيه. طب والاسمر والاحمر؟ الاحمر برضه عامل 8 جنيه 9 جنيه وفي 5 جنيه وفي 4 جنيه حسب جودة. طب والكنتالوب؟ الكنتالوب ده بتيجي 2.5. تمام. طب والخوخ؟ الخوخ 3 جنيه 3 جنيه تمام. في البرتقال؟ البرتقال من 3.5 ل 4 من 3.5 ل 4. طب في حاجة ثانية أنت بتبيعها أكيد بس مش لا هم الموجود عندي. في البطيخ عامل كيف؟ بعد الشكل البطيخ